استعاد الجنيه المصري بعضا من خسائره امام الدولار، او قلص جزءا من هذه الخسائر، يعني استعاد بعضا من قيمته امام الدولار حتى وصل الى 49 جنيها و20 قرشا لكل دولار، بعدما كان قد بلغ امس ادنى مستوى له منذ مارس الماضي عند 49 جنيها ونصف لكل دولار. وذلك كان طبعا وسط تراجعات عالمية بأسعار العملات وفي أسواق السلع وأسواق المال. البنك المركزي المصري كان قد سمح منذ نحو 5 أشهر بتخفيض سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهرا ليسجل أكثر من 49 جنيها لكل دولار، وهي نفس المستويات التي عاد لها مجددا خلال تعاملات أمس وسط تصاعد الضغوط البيعية. في المقابل مشاهدينا نلقي نظرة على أداء البورصة المصرية، وأيضا هذه الارتدادات وهذه الارتفاعات طالت مؤشرات البورصة بعد التراجعات التي شاهدناها أمس. كان التراجع بحدود 2%، وأفقد البورصة المصرية تقريبا 60 مليار جنيه من القيمة السوقية. لكن يعني أيضا كانت هناك بعض الأصوات من المحللين يتحدثون على أنه العوامل الإيجابية في السوق، الأخبار الإيجابية، أخبار ربما الاقتصاد الكل الإيجابية، كلها عوامل قد تساعد المؤشر والبورصة على يعني مواصلة أو تسجيل بعض الارتفاعات ويعني الارتدادات واتجاه إيجابي. عموما مؤشر البورصة 30 للأسهم القيادية يرتد اليوم بحدود 1.5% حتى هذه اللحظات منذ التعاملات الصباحية، يحافظ على هذا الزخم الإيجابي. ونتحدث عن يعني مستويات كانت قريبة من 27900 نقطة، يرتد إلى فوق مستويات 28000 في هذه الأثناء، ويعزز موقعه ويتماسك عند هذه المستويات. يعني هذه الأسهم الأكثر نشاطا من حيث القيمة أيضا تعطينا ربما لمحة حول أبرز الأسهم ذات الوزن والثقل على المؤشر، تساهم بشكل وآخر بحركة المؤشر واتجاه المؤشر. على رأس البنك التجاري الدولي مصر ضمن هذه اللائحة يرتفع ب3/4 النقطة المئوية، ونرى ارتدادات بعد بعض التراجعات الكبيرة أيضا التي سجلتها بعض الأسهم في السوق. ارتدادات على سهم الحديد والصلب يرتفع ب6%، بالم هيلز للتعمير يرتفع ب2.3/4 النقطة المئوية. لدينا بعض التراجع على الحديد والصلب المصرية ب4% في المقابل، وبالتالي يعني تبقى الأنظار على بعض القطاعات وأداء بعض القطاعات الرئيسية في السوق ودورها ومساهمتها في الجلسات المقبلة في دعم حركة واتجاه المؤشر. بالتأكيد نور سيكون لدينا المزيد من التفاصيل والتحليل مع ضيفنا من إذن مصر. من القاهرة ينضم إلينا معتصم الشهيدي، عضو مجلس إدارة شركة هورايزن لتداول الأوراق المالية. أهلا بك معنا في البرنامج سيد معتصم. هل ممكن القول أنه خرجت الأسواق المصرية من دائرة الضغط، وأن ما حصل يوم أمس كان فقط ردة فعل على غرار ما يحصل في الأسواق العالمية؟ هل هناك أساسيات من الممكن أن تدعم سلسلة الارتفاعات؟ أهلا بحضرتك وأهلا بمشاهدينا الكرام. هو بالتأكيد السوق المصري مرتبط بكل أسواق العالم كمثل ما يحدث في كل الأسواق الناشئة. إذا حدث هبوط حاد في الأسواق المتقدمة فده معناها حدوث بعض الهبوط على الأقل في الأسواق الناشئة. شفنا ده في أسواق الخليج القوية، وشفنا ده في السوق المصري، وهنشوف ده في كل أسواق العالم. وبالتالي كان من الطبيعي جدا أن يكون ردة فعل السوق أمس على هبوط حاد في الأسواق العالمية وتخوفات من أزمة عالمية من أنه يحصل هبوط في السوق المصري. لكن ما يميز الهبوط في السوق المصري أن احنا كان عندنا يعني عاملين داعمين بشكل كبير جدا لعمليات المشتريات اللي كانت بتنطقي عملية الشراء يوم أمس، الأموال الذكية اللي دخلت في يوم أمس. أولها إن كان عندنا حركة لسعر الصرف وخفض نسبي للجنيه وانخفاض الجنيه أمام الدولار، وبالتالي ده دائما ودوما بيبقى داعم للأسهم المصرية، وبالتالي يقدر إن هو يعني يجعل كثير من المستثمرين يدخلوا في السوق. الحاجة الثانية نتائج أعمال الشركات، وده أمر في غاية الأهمية.
احنا عندنا عدد كبير من الشركات في عدد من القطاعات عندها معدلات ربحيه مرتفعه جدا هذا العام، وعلى راسها قطاع المصرفي. وشفنا امس ان قطاع المصرفي كان من اقل القطاعات هبوطا، حتى مع عمليات بيع المارجن كول او يعني التسويات داخل السوق، لكن كان قطاع البنوك متماسك بشكل كبير جدا، وكان قدر ان هو حتى خلال جلسه امس ان هو يرتد بشكل واضح. كمان عندنا كتير من الشركات اللي هي قدرت هتحقق معدلات نمو كبيرة جدا في أرباحها. هذه الشركات قدرت ان هي تتماسك يوم امس. الشركات اللي نتائج اعمالها بتعلن في 30/6 وهي بالنسبة لها نهاية سنة مالية وتوقعات توزيع كوبونات مرتفعة، ده عامل السوق بشكل كبير جدا. وشفنا مثل هذه الشركات الانخفاضات اللي فيها كانت انخفاضات محدودة نسبيا. إذن العوامل الأساسية بالنسبة للشركات ساعدت بشكل أساسي على تماسك السوق. أنا في اعتقادي أن استمرار تحسن أداء الشركات في السوق هو الدعم الأول للسوق. الأزمات المؤقتة اللي هتحصل بالتأكيد هتأثر، لكن على المدى المتوسط هتكون دايما نتائج أعمال الشركات وتحسن الاقتصاد هو العامل الأساسي اللي يؤدي إلى ارتفاعات السوق. طيب، يعني هذه العوامل الأساسية التي أشرت إليها معتصم، ويعني جعلت من البورصة أن تشهد نوع من التماسك كما أشرت. بالتالي ما هي النظرة المستقبلية الآن؟ ما هو المتوقع خلال يعني كاتجاه عام خلال الفترة المقبلة من هذا العام؟ ما هي العوامل التي سنعتمد عليها يعني في تعزيز هذا التفاؤل بأداء البورصة المصرية؟ عشان نقدر يعني نقرا المستقبل القريب برضه لازم نقرا الماضي القريب اللي حصل. احنا من شهر 3 قدرنا نحرك سعر الصرف ونحرره ونقضي على سوق السوداء، ده كان ليه عامل كبير جدا على اداء السوق. السوق ارتفع مع اعلان الخبر لمستوى فوق ال 34,000 نقطة، ثم حركة تصحيحية قوية أدت لهبوط حاد في السوق، لكن استتبع ذلك هي حركة عرضية داخل السوق ما بين مستوى 30,000 تقريبا ومستوى 27,000. أنا في اعتقادي أن هذه الحركة العرضية هتكون مسيطرة على السوق في المدى القريب، لأن أولا مصر تحتاج مجموعة من الإجراءات عشان السوق يقدر يستمر أن هو يصعد مرة أخرى، منها خفض سعر الفائدة اللي هو متوقع عليه من إما الربع الأخير من هذا العام أو الربع الأول من العام القادم. وخفض سعر الفائدة سيجعل السوق المال سوق تنافسي بشكل كبير. تاني حاجة الاستقرار والوفرة الدولارية في السوق الصرف على أساس إن احنا ما ندخلش تاني في أزمات سوق صرف سوداء، وأنا شايف إن ده يعني مش موجود دلوقتي، والحمد لله قدرنا نسيطر على سوق الصرف بشكل كبير، وبالتالي ده هيكون داعم قوي للسوق من حيث إن تبدأ الاقتصاد مرة تانية يعوض الخسائر اللي حصلت فيه نتيجة نقص العملة ونتيجة عدم وجود مواد خام لبعض المصانع أو بعض القطاعات الإنتاجية، وبالتالي يعود النمو مرة تانية للاقتصاد المصري فوق الـ 4%، وده يحسن من نتائج أعمال الشركات ويحسن من مستوى المخاطر الموجود في السوق، وده في حد ذاته يعلي من قيمة الأسهم الموجودة. إذن احنا الفترة القريبة احنا شايفين ان هيبقى السوق عرضي، لكن مع تحسن عوامل الاقتصادية اعتقد ان احنا هنستمر في اتجاهنا الصاعد.